FM. الكل مليك. العناوين نتاع الجرائد التونسيه ونبداو مع سلاح الدين الجرشي بالخبر هذايا. النيابه العسكريه تطلب المؤبد لشفيق الجرايه في خطوه غير مسبوقه. صحيح غير مسبوقه وتدل على ان النيابه العسكريه ومن ورائها المؤسسه العسكريه مزعجه جدا من التهم التي وجهت الى شفيق الجرايه وتعتبر بأن المسألة تهم الأمن القومي. وذلك علاش موضوع متاع محاكمة شفيق جراية لابد من متابعته بشكل دقيق حتى نميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود حتى نعرف بالضبط معناها شنية طبيعة وحجم هذه القضية، شنية التهم الحقيقية، شنية الخلفيات وراء هذه المحاكمة اللي تعتبر تقريبا أهم محاكمة تقع بعد الثورة بالنسبة في ملف الفساد الذي كثر الحديث عنه واللي رئيس الحكومة جعل منه المحور الأساسي لسياسته، واللي عن طريق هذا الملف معناها بدأ يستعيد أو منذ فترة استعاد رئيس الحكومة نوعا ما من مكانته على المستوى الشعبي. يعني نسق تصاعدي في خصوص ملف شفيق جرايه بالتزامن مع الحديث حول رحيل أو بقاء يوسف الشهيد في الحكومة، هل هذا عنده علاقة بهذا؟ هو نجم يكون ما عندهش علاقة معناها مباشرة، لكن سيوظف، لأنه هذا يذكرنا ب معناها الحصان الذي ركبه رئيس الحكومة الشاهد حتى يكسب الرأي العام حتى يبرز أنه إنسان جدي في معالجة الأوضاع. إذن يمكن هذا يساعد أو يذكر الناس بأنهم لا يمكن التضحية بسهولة بيوسف الشاهد، وهو الذي قاد لأول مرة حملة ضد الفساد وأن لم تذهب بعيدا هذه الحملة إلى حد الآن. فما شكون يقول صراحة أنه يحكي مع تكالت سلتابلة يقول لك اليوم حافق قادي سبسي حشتو براس يوسف الشاهد للإفراج عن شفيق جري، يعني أو لتخليص شفيق الجري. صعيب أبرز ممولين نداء بالنسبة لي أنا، صعيب باش نجم نقول بأنه من حافظ الآن إحدى خلفياته الأساسية في هذا الصراع هو باش يمنع شفيق جري. تهمة أنا ما نجمش نتحمل، بس لا يقال لكن نقول أنه ربما يكون من نتائج هذا الصراع بين حافظ وبين شاهد هو إعادة هيكلة بعض الملفات من بينها ملف شفيق جرايه، لكن معناها صعيب الآن باش واحد يتورط في هذا الاتجاه. المؤكد أنه إيقاف ومحاكمة شفيق جرايه سلطت الضوء على عناصر أساسية داخل معناها جبهة حافظ قايد السبسي، وكثر الحديث عن بعض العناصر الملتفة حوله أو مستشاريه أو الذين يعتمد عليهم بحجة أن هناك علاقات وطيدة وتورط بعض هذه العناصر في أعمال جرية. بطبيعة الحال إلى حد الآن هذا الملف لم يقع الاقتراب منه، لم يقع تفكيكه بشكل معناها واضح حتى نتأكد من صحة هذه المعلومات، لكن هذا ما يقال. في الأثناء المغرب تقول حوكمة البلاد تحتاج إلى مراجعة جذرية ومصير حكومة الوحدة الوطنية في ظل تطورات الرهنة. حافظ يقود انقلاب النداء على الشاهد والغنوشي يتزعم حركة المناصرة. فعلا فعلا يعني الآن ثم عملية فرز قاعدة تقع على مستوى معناه السياسي، ولكن داخل الإطار الحاكم أو داخل جبهة الحكم، لأنه معناها يبدو حافظ مش فقط تمرد على الغنوشي وعلى حركة النهضة، يبدو الآن يتمرد على رئيس الدولة، على والده رئيس البلجي قايد سبسي، فهو مصر على أنه يجب معناها إزاحة الشاهد من الحكم، لأنه يرى فيه التشخيص أزمة الوضع وأزمة الحكم في تونس. بطبيعة الحال هذا الحرص متاع حافظ ماهوش باش يكون مفتوح، باش يلقى نفسه أمام اعتراضات كبيرة، وحركة النهضة ربما تضع ثقلها في هذا الأمر لمنع حافظ قايد السبسي من أنه يتصرف بشكل مطلق بشكل مفرد في هذا الموضوع. أما حتى حافظ كان أنت قلت تمرد داخلي، حتى يقول لك تمرد حتى على الاتفاقيات الدولية، على وصايا الإفمي،
على وسائل الاتحاد الأوروبي، على دعاة الاستقرار في البلاد من الخارج. ربما يحب يلعب ورقة أنه هو أكثر شخص اللي هو نجم يتصدى لهذا الضغط الدولي وللبنك الدولي وصندوق النقد، لكن هذا في حقيقة كلام. ما نجمش حافظ يقف بقوة أمام هذه المنظمات، لأنه أول أشخاص اللي يحتاج إلى هذا الدعم، لأنه بدون هذا الدعم البلاد ستزيد تنخرم أكثر والحكومة تولي معتها شكلية فقط، تولي شكلية. لا، ثم فوق هذا يعني باش ما نسبقوش الأحداث، الآن اللي ما تروح شنو اللي ما تروح عند حافظ هو أنه كيف يدعم مطالبه أو مطلبه الأساسي بإزاحة الشهد. ممكن يستعمل أوراق كثيرة، ولكن ممكن أيضا يتورط في تصريحات أو في مواقف ما ينجمش يتحملها هو ولا تجب تتحملها الدولة التونسية. إذن لابد من أن نراقب ما هي الورقات التي سيستعملها حافظ من أجل تحقيق هذا الهدف، لأنه إذا فشل فيه سيكون تحجيم لدوره وسيكون يعني نوع من الفرصة لخصومه. هل معناتها الإصرار على رحيل الشهد من قبل حافظ قائد السبسي مدعوم عنده دعم الاتحاد العام التونسي للشغل؟ هو شيء غريب، لأن حقيقة لقينا نوع من التوافق بين حافظ وبين اتحاد الشغل، ولكن في رأيي هذا التوافق ما يعنيش أن هناك اتفاق حقيقي بين الطرفين، والمصالح ومصالحهما زوز طرفين زوز أطراف مصالح متضاربة. يعني اتحاد الشغل عنده حسابات أخرى وعنده مطالب أخرى وعنده رؤية مختلفة عن رؤية حافظ، ولذلك الآن هناك التقاء تكتيكي أو ظرفي بينهما من أجل إزاحة الشهد. نمشي والعنوان آخر مهم، ثم أكيد كي تهبطوا للسنتر فيل وتمشيوا بعض الأماكن تلقاو متسولين، والشروق طرحت الملف هذا، المتسولون في رمضان محتاجون أم محتلون، هكا تقول الشروق. من يتحمل مسؤولية المشهد هذا؟ أنا في رأيي تتحمل أولا الحكومة التي يجب أن تتدخل لفض هذا الملف المرهق، لأنه هؤلاء المتسولين أنواع، هناك متسولين معناها عاملين تنظيمات، عاملين كيف عصابات، عاملين كيف الشركات، فهمتني، وبالتالي يبتزوا في المواطن بطرق متعدده، يستعملوا معناها النساء، الاطفال، اللي يستعملوا مسرحيات وديكور معناها خاص، يستعملوا الفقر معناها باش يبتزوا المواطن، والمواطن جزء منه معناها رقيق، معناها يحب يعاون، لكن هذه حيله، هذه نوع من التحيل عليه وعلى ذكائه وعلى طيبته. لكن ثم نوع اخر نتاع متسولين ربما يعني في ظروف اجتماعيه حقيقيه، مش لاقين شكون يقف معهم ويدعمهم. ما هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية؟ هذا هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية مهم، وكذلك دور بقية الوزارات. وزارة الشؤون الاجتماعية يبدو أنها قائمة بنوع من الجهد في هذا الاتجاه، لكن جهودها ما زالت دون المطلوب. أنا في رأيي يجب تنسيق يحصل ما بين وزارة الداخلية، بين وزارة الشؤون الاجتماعية، بين وزارة الشباب والرياضة، من أجل معناها اولا دراسه هذه الظاهره، فرز الحالات واتخاذ الاجراءات معناها الضروريه، لان المؤكد بان انتشار ظاهره التسول قاعده تحول فينا وكاننا بلاد منكوبه، ولذلك ما يلزمناش احنا نمشيو في الاتجاه هذا، يعطي صوره سيئه. هذا يسيء لتونس طبعا كصوره وايماج دو مارك، نحكيو على رجوع السياح الاجانب البريطانيين والالمان والفرنسيين ويلقاو مشهد كيما هكايا، ياخذوا فكره خايبه بيان سور. اذا كانوا محتاجون وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل مسؤوليتهم، إذا كانوا محتلون وزارة الداخلية يجب تتحمل مسؤوليتها. نمشي للخبر الأخراني، الأطفال أكثر من 100 طفل عالق ببؤر التوتر، ومطالبة الدولة بالتحرك، يطلقون عليهم الودائع أو الرهائن نجم نقول. هذا ملف معناها مزمن خطير. الحقيقة إلى حد الآن الحكومة التونسية ما قامتش بمساعي حقيقية باتخاذ إجراءات ضرورية. هذم أطفال معناها ما فقدوا الأب والأم أو موجودين في وضعية مأساوية، وبالتالي وهذم أطفالنا يعني يبقوا توانسة، ما نجموش معناها نقولوا احنا في بناش بهم أو نخليهم يموتوا معناها في الصحراء. هذم أطفال يزم التعامل بكل مسؤولية مع هالوضعية الحساسة، وذلك يكون بدراسة هذه الملفات بسرعة
واتخاذ اجراءات يجيبوهم من تونس. شنو هي المشكله؟ مش يجيبوهم من تونس ويحطوهم في في في, في مؤسسه تاع رعايه وندرسوا اكثر الامور وقتها. المهم اننا نخرجوهم من وضعيه مش الأسرة، وضعيه معناها كانهم بضاعه ينتظرون من ياخذوها. وراهو ثم حاجه مهمه، ثم مؤسسات تاع تمسيح ومؤسسات اخرى نتاع استغلال اطفال ومؤسسات اخرى تجاره بالبشر، تجاره بالبشر. راهم قاعدين يقوموا بهم بجهود ومساعي باش ياخذوا الاطفال هذوما تونس وغير تونس. ما نظنش كان هذا يشرف تونس وما يشرفناش بكل، لذلك علينا ان نتخذ المواقف والاجراءات الضروريه. وعلى المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليه زاد كيف كيف، نحكيه على اليونيسيف، نحكيه على منظمات امميه ما عندها زاد تقول لازم تقوم دورها زاد كيف كيف. صحيح، المؤسسه الدوليه عندها قيمه، اليونيسيف عندها دور اساسي. بقى حاجه تبعتك انت كتونس، لازم تونس بالدرجه الاولى تقوم بالخطوه الاساسيه، ما تعملش معناها طريقه معناها النعامه، نعرف احنا مكان ما شفناش، لا، الملف موجود، الان وسائل الاعلام قاعد تركز عليه في مزيد من الاضواء، المنظمات الدوليه قاعد تقول يا جماعه راهم ثم اطفال معناها ضايعين في هالنزاع هذا، اذا علينا ان نطوي الصفحه ولكن بطريقه جديه. جمعيه انقاذ التونسيين العالقين بالخارج ديجا قاعده تقوم بمجهود طيب وتعطينا ديما في الارقام والمستجدات، فعلى الحكومة تتحرك. وهذه جمعية لابد أن تدعم، جمعية جادة، لأنه دور المجتمع المدني هو التنبيه والقيام بمساعي من أجل معناها حل الملفات. الكلمة ليك.